بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. ضمن السلسلة التعليمية لتصميم مشاريع الطاقة الشمسية، عندنا برنامج التصميم الثلاثي الثري دايمنشن باستخدام برنامج السكتش اب ومزاوجته مع امتداد برنامج الاونلاين الاركلوس. طبعا اكو برنامج ثاني ان شاء الله بعدين راح نذكره. بالنسبه برنامج التصميم الثلاثي الابعاد الثري دايمنشنال ديزاين سوفت وير فور بي في انستليشنز، برنامج الاركلوس يوفر خاصيه وميزات قويه جدا ومبتكره وسهله الاستخدام، واللي تمكننا من دراسة التصاميم ودراسة جدوى المشاريع الطاقة الشمسية من خلال مكون إضافي اللي هو برنامج السكتش اب. طبعا راح نطرق للبرنامج بشكل سريع. هذا البرنامج، برنامج السكتش اب، بعد ما نعشقه مع برنامج أو امتداد الأركلوس، وراح أشوفكم شلون تنزله، نستفاد منه في المجالات التالية. أولا، برنامج السكتش اب يوفر تغطية عالمية من محطات القياس للبيانات الانوائية اللي راح نستخدمها. ايضا هو يحسب لنا خطوط الافق تلقائيا بعد ما نحدد نقطة موقع المشروع، ويسمح لنا بمحاكاة المشروع ساعة بساعة، وايضا ياخذ نظر الاعتبار الظلال القريبة اللي تكونها البنايات او العوارض او العوائق الطبيعيه او الصناعيه. ونتيجه لذلك فان الانتاج المحسوب او البرودكتيفيتي من البرنامج اللي يتم الحصول عليه تكون بشكل مفصل ودقيق للغايه. وهذا طبعا راح ناخذه بشكل تمارين حقيقيه على البرنامج. النتيجه هي طبعا راح تكون بالاخير هي عباره عن نموذج ثلاثي الابعاد جغرافيا يحاكي لنا البيئه، ويستخدم قاعده بيانات محدثه، وراح نشوف قواعد البيانات من نروح على كل التفاصيل للداتا بيز انفيرمنتال داتا بيز اللي استخدمها البرنامج. ينطينا نتائج دقيقه وبامكان استفاده من عندها من قبل الانستولرز او مركبي الانظمه الشمسيه والاستشاريون والمطورين والمهندسين المعماريون والمستثمرون وغيرهم. برنامج الاركليوس نستطيع ان نصمم اي مشروع طاقه شمسيه كهروضوئيه، ابتداء من المنظومات اللي تركب على السطح وانتهاء بالمزارع الشمسيه الكبيره. هذه ايش راح تنطينا؟ تنطينا توقعات دقيقة للإنتاج. يعني احنا من نصمم مشروع يجب ان نعرف الإنتاجية، وهذا موضوع جدا مهم. ثاني شيء تنطينا خسائر مفصلة، اللوسز اللي يكتنفها او يتعرض لها المشروع، انطيناها بالتفاصيل. ايضا انطينا الايكونوميك انديكيتورز او المؤشرات الاقتصادية، وبالتالي عندما نحصل على هكذا بيانات يصبح كوسيلة مهمة لدعم قرار الجهة اللي قرر على الاستمرار في إعداد التصاميم أو رفض المشروع. ليش؟ لأنه يبين لنا هنا مدى جدوى المشروع من عدمه. البرنامج الأركلوس أو الامتداد ينطينا مؤشرات اقتصادية كاملة أيضا عن الربحية، وأيضا يأخذ النظر الاعتبار مراعاة الاستثمار العالمي، وينطينا مؤشرات عن تكاليف الصيانة للمعدات وكيفية تجديدها بالنسبة للمكونات اللي تحتاج إلى استبدال، مثلا الانفرترات أو البطاريات إذا ما استخدمت البطاريات. وأيضا ينطينا أسعار الفائدة المصرفية اللي أيضا ممكن أيضا تدخل في الحسابات الاقتصادية، وينطينا مقدار الساعات المحتملة لاشتغال المشروع، وبالتالي سعر وحدة البيع لوحدة الطاقة الكهربائية بالكيلووات ساعة، بحيث أنه نكون قادرين على العثور على المجموعة الأنسب للحصول على أفضل عائد للاستثمار. وهذا طبعا هذا الموضوع أيضا شرحناه في البرامجيات الأخرى، ولكن هنا راح تكون بشكل مفصل. وهذا بالتالي راح يمكننا من الوصول إلى المشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية واللي تكون متاحة
هي التشاور بين الجهات صاحبة القرار العليا، وأيضا النتائج أو التقارير ممكن أنه نصدرها ونرسلها عبر الإيميل أو نشاركها للجهات المعنية. نعم. برنامج الأركلوس هو يعتبر أحد الحلول البرمجية لمحاكاة المشاريع اللي تتمتع بدقة عالية ومستخدمة عالميا، وطبعا أجريت عليه دراسات من قبل شركة فوتون انترناشونال، ودراسة أيضا أجرتها صحيفة أي جي تريبل إي. ومثل ما قلنا أنه المشروع نقدر نصدره، المشروع الطاقة الشمسية نصدر أيضا من السكيشاب إلى الأركلس كالكوليتر للسماح بتحجيم الكابلات والتوافق والتنفيذ، وهذا الموضوع حكيناه بالمحاضرة الثالثة. وينطينا مؤشرات الصيانة والتشغيل Operation and Maintenance Cost حتى نتحقق من جدوى المشروع، وأيضا ينطينا إمكانيات عملية المراقبة المباشرة حتى نعرف الإنتاجية بشكل مفصل. إذا هناك مجموعة من الخصائص الرئيسية أو المين فيتشرز في المحاكاة اللي يتم بالتصميم الثلاثي أو الثري دايمنشنال، أنه أول شيء ينطينا تصميم ثلاث الأبعاد نجري عليه محاكاة ونتخذ على ضوء القرار نستمر أو لا نستمر. أيضا ينطينا قاعدة بيانات ضخمة الأجزاء أو المكونات للنظام، ألواح، محولات، بطاريات، وقواطع وأسلاك وغيرها. بوابة السكيتش أب أركلوس هي بوابة مهمة لإجراء التصميم بشكل متكامل، وبالتالي هو عرضة في وضع ثلاثي الأبعاد، وبالتالي يمكننا من تحليل كل مكون من مكونات النظام، وهذا طبعا راح الكلام راح نجي عليه بالتفصيل. مثل ما قلنا هو يحتوي على قاعدة بيانات لمحطات الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم. طبعا كل البرنامجين هو مدمج فيهم قاعدة البيانات. بالنسبة لأركيوس يحتوي على قاعدة بيانات واسعة، وأيضا يحسب لنا الهورايزن ماسك أو خط الأفق بشكل تلقائي، وأيضا يمكننا من عملية حسابات أحجام الانفرترات الانفرتر سايزنج بشكل متقدم أدفانسد، وأيضا تحجيم مصفوفات الألواح الشمسية سايزنج أوف سولار أراي سيستمز، وبالتالي يمكننا من محاكاة الشيدنجز وتأثيراتها وكيفية معالجة الشيدنج ابتداء من جهة الشرق والغرب، وأيضا يحدد لنا أماكن وضع الانفرترات وأسلاكها وصناديق التجميع الجنكشن بوكس أو الكومبايلرز بوكس، وبالتالي محاكاة أيضا منظومات الأوف جريد أو منظومات السيل كونسبشن أو المنظومات اللي تحتوي على البطاريات إذا كان عندنا عمليات تخزين. وينطينا المؤشرات الاقتصادية والنتائج الاقتصادية، وينطينا أيضا المؤشرات البنكية في حالة أخذ قروض مالية لإنشاء المشاريع، وبالتالي يتحلنا يعتبر هو أداة جيدة لعملية الكمبارزن أو المقارنة بين مجموعة من المشاريع والاستقرار على أو الاتفاق على المشاريع الأكثر جدوى والأكثر اقتصادية. نعم. هنا من نسوي عملية مزاوجة بين برنامج السكيتش أب وبرنامج أو امتداد أو البرنامج المساعد الأركلس. هسه راح نشوف هنا شلون طبعا راح نقدر نشوفه وشلون نركبه. بالنسبة للإصدارات البرنامج السكيتش أب الأقل من إصدارات 2016 فما دون 2016-2015 فما دون طبعا الامتداد راح نشوفه بهاي الصيغة. هسه راح نروح على الامتداد ونشوف شلون طريقة تركيبه. هذا البرنامج أنا فاتح البرنامج، برنامج سكيتش أب، طبعا هذا سكيتش أب ميك 2017 بعد ما نزلته من الإنترنت ونصبته
المشروع. وهنا طبعا خلي شوية نمزحها في عملية التسجيل. طبعا أنا صغرت شاشة العرض لأنه التحديد مال التسجيل حتى يكون واضح بالنسبة عندكم، صورة البرنامج تكون بشكل كامل. هذا هو برنامج السكتش اب مثل ما تشوفونه. طبعا هنا يعني بعدين إن شاء الله راح نشرح كل هذا. طبعا القائمة الرئيسية المينيو، وهذه طبعا النوافذ الموجودة في القائمة الرئيسية، وعندنا قائمة الأدوات أو التولز بارز، وعندنا كل أداة بها سب تول بارز. هاي بعدين إن شاء الله إذا صار عندي مجال ممكن نشرحها. بالنسبة شلون أنا أعشق برنامج الأوتلوس ويا برنامج السكتش اب، هسه راح أشوفكم منه. نروح على الويندو ونروح على الاكستنشن مانجر، نضغط عليها نفتحها. طبعا راح انزلكم هالجو حتى تصير واضحه هنا. طبعا تشوفون هسه اني مركب برنامج الاركلوس برو، لكن بصراحه حقيقه عندي مشكله انه البرنامج ما اشتغل عندي لاشكاليات لحد الان ما لم اتمكن من حلها، بعد يعني بعد ما بذلت جهود. فقط انه يعني جزء من الاجراءات كملتها، لكن اكو لا زالت اكو مشاكل عالقه. لم اتمكن من اجراء التحليل على برنامج السكتش اب ثم نقله الى برنامج الاوتلوس، ان شاء الله تنحل. طبعا هنا اول شيء لازم تروح تسوون حساب في برنامج السكتش اب. انا مسوي حساب، هذا شوف هسه هذا الحساب. طبعا حساب عده مرات غيرته يلا قبل من عندي. هنا طبعا تشوفون هذا الاكستنشن مانجر فيها الهوم وفيها المانج. هنا طبعا انا منصبه، لكن تشوفون اكو هنا انيبلد، يعني هذا انا اللي يهمني هسه حاليا هذا الاركيوز في عدة امتدادات، الدايناميك كومبوننتس والفوتو تكستشر والساند بوكس. هذه قضايا انا ما احتاجها، ما لان البرنامج السكتش اب هو برنامج واسع يشتغل في المجال المعماري والسيفل انجينيرنج ومجال الميكانيك وفي مجالات اخرى. احنا اللي يهمنا موضوع الطاقه الشمسيه. هنا طبعا مثل ما تلاحظون راح نضغط على راس السهم هذا، يطلع عندي الفيرجن للاركلوس اللي هو الاذر شركة تريس سوفت وير والكوبرايت. هذا طبعا مثبت. هنا طبعا انسايند، وهنا ديسكريبشن فوتوفولتك بروجكت سايزنج برودكشن اند ايكونوميك فوركاست. طبعا توقعات التصميم وتوقعات الانتاج وتوقعات القضايا المالية. شوف هنا انا عندي انسايند، هي المشكلة لا زالت عندي قائمة هنا طبعا رغم محاولاتي. هنا طبعا شلون اجي، المهم انا هنا اريد اقول لكم شلون تنصبوه. هذا الجزء طبعا التنصيب ماله بعد ما انا طبعا الاوتلوس هنا مثل ما نشوف نصبه مسبقا، لكن شلون عملية تنصيبه انه تروح تنزل برنامج السكتش اب داونلود طبعا من نافذة الأركلوس برو، تروح تسوي داونلود سكتش اب وتروح تسوي داونلود للأركلوس بلجن وتسوي عملية تنصيب. أنا طبعا المشكلة اللي عندي هي هذه، إنه لما أجي أدخل هنا طبعا بالبرنامج اللي هي هسه راح أشوف لكم إياها اللي هي هذا طبعا هذا النافذة الكونر، يعني حتى أقدر أشتغل وأفعل. شوفوا هذا هنا طبعا انا قاطع النت عشان النت لحظة بعد ما وصلت النت. يجب تكون دائما ما النت عندك مشغل، يعني هنا طبعا من اقول له سوي عملية connecting to Oculus Pro. هنا لازم ادخل الحساب مالتي والباسورد وادخل هنا، وهنا بعد ما ادخله اسوي ساين ان وتصير عملية فاليديتي. انا طبعا عندي مشكلة ليس الخطأ في الباسورد، لان الباسورد انا ما دخلته امامكم.
لكن عندي مشكلة انه ما يقبل الدخول، ما اعرف ان شاء الله تنحفل. لذلك شوف هذه الباقي الايقونات هي دم، يعني ما اقدر اضيف الواح، ما اقدر اضيف اي شيء اخر بدون اضافة الواح. لا استطيع ان استمر حتى اكمل المشروع. طبعا لو منا هنا تصير عملية البرنامج بخاصية تصدير العمل بالسكتش اب بالثري دايمنشنال الى برنامج الاركلوس ومن ثم تكملته، وهذا ان شاء الله راح نشوفها بالمحاضرات القادمه اذا قدرنا نشتغل عليه. واذا ما قدرنا نشتغل عليه ايضا هم راح نشرح لكم اياه بشكل مخططات موجوده جاهزه تحت ايدي. فاذا هنا انا اروح للويندو الاكستنشن مانجر، وهنا مثل ما قلت لكم انا هذا طبعا شوف من ممكن تأشر الكرن من فقط ترفع الإشارة، نستخدم هنا الامتداد اللي يعنينا طبعا هنا، لأنه أنا منصبه فهسه لازم أسوي له أو أروح على الإعدادات أو قبل الإعدادات ممكن أسوي له عملية مسح. هنا طبعا تشوفون هذا enables أو من المانجر، هنا طبعا اذا اريد لازم اروح اسوي له ان انستر، بيقول لي هل انه تريد مسحه، اذا اعطيه ان انستر راح يمسحه وممكن انه استدعيه. انا ما راح اخليه اقول له ما يخالف ان انستر. طبعا ايضا عندنا الابديت ايضا يعني في بدايه التنصيب اذا تطلع عندك هاي باللون الاحمر، انا طبعا سويت لهم كل ابديت، فمن صار عليهم ابديت خلاص بعد ماكو ابديت جديد، اكو ابديت جديد ايضا كان طلعت بالشكل الاحمر تضغط عليها هو البرنامج يروح يسوي تحديث بشكل اوتوماتيكي. هنا طبعا حتى اضيف الامتداد للبرنامج طبعا هنا اروح اسوي إضافة. الصراحة نشوف شلون نسوي الإضافة. هسه مثل ما شفتوا أنا مسحت أو لغيت تنصيب الامتداد الأركلوس برو، أريد أسوي إضافة امتداد وتنصيب الأركلوس برو في السكتش أب، راح أقول له انستل. أنا طبعا هذا مثل ما شفتكم قبل شوية منزله امتداد الأركلوس برو من هاي النافذة، من هاي النافذه وتحفظه يعني انت راح تعرف مكانه وين خزنته. فتروح ترجع للبرنامج تقول له انستل، انا طبعا حافظ انا اقول له اوبن. فهنا طبعا وبعدين اقول له ابلاي تشينجز، فهنا نشوف عندي طبعا يفترض انه طلع هسه عندي هنا فتشوفون تشوفون قفله تطلع عندكم، فتغلقون هاي النافذه وتفتحون فتم اعاده تنصيب الاركلوس برو. هنا طبعا مثل ما تشوفونه مثل ما قلنا هذا انساير، فانا اغلقه هنا. طبعا هذا هو البرنامج بعد ما اكمل شغلي اسوي له تصدير الى برنامج الاركلوس برو. طبعا البرنامج مثل ما قلنا يحتوي على قاعدة بيانات كثيرة من ضمنها اللوكيشن اللي هو الجيوغرافيك لوكيشن. هنا طبعا تروح على الفايل وتروح على الجيوغرافيك لوكيشن وتحدد المنطقة اللي انت تختارها. هنا على سبيل المثال انا مثلا مختار بغداد العراق، بعدين تسوي عملية زومينج وتختار المكان. هاي ان شاء الله من ناخذه بالتفاصيل، تسوي سيلكشن، تسوي له امبورت، وبعدين هو البرنامج راح ياخذ لك يظهر لك السايت اللي انت اختاريته في واجهه العمل في برنامج السكتش اب. احنا حاليا السكتش اب يعني بدنا نشرح حكي عام مو تطبيق، فنرجع يعني هنا شفنا شلون عمليه تنصيب والغاء تنصيب امتداد برنامج الاركلوس برو، وبالتالي بعد ما نكمل عملنا في برنامج السكتش اب راح نقدر نصدر الشغل مالتنا الى برنامج
الأكلوس برولي إكمال التصاميم في حالة استخدامنا للتصميم الـ 3 Dimensional. نرجع على المحاضرة اللي هذا مثل ما شفنا. طبعا بالإصدارات اللي أقل من 2017 ما عندك شيء اسمه الاكستنشن مانجر، وانما تلقى كلمه سيستم بريفيرنس، فمنا تروح تضيف الاكستنشن، تسوي له انستل اكستنشن، وبالتالي ايضا تستدعيه وتسوي له تركيب وتنطيه اوكي. وهذا اختلاف بسيط جدا بين الاصدارات اللي 2016 فما دون و 2017 لا بإضافة الاكستنشن مانجر اللي انت تتحكم بها مثل ما شفناها قبل شوية. هنا طبعا ممكن انه شلون اني اقدر احدث البرنامج المساعد الابديت اوف بلوجن سكتش اب اند ار بلس مثل ما شفنا قبل شوية، حتى احدثه اذا انا كنت منصب او اجى تحديد، اول شيء اغلق البيت الاركلوس، اغلق السكتش اب واعيد فتحه واسوي له ابديت، وبالتالي يصير عمليه التحديث، والعمليه جدا سهله اللي هي طبعا هنا شوفون هذا التولز، وبعدين هذا عندي الاكستنشن مانجر دخلت عليها من نافذه الويندو في التول بارز، وبالتالي اروح على مانج اللي شفناها قبل شويه، ومنها مثل ما قلنا نسوي ابديت، نسوي انستل، وورا الانستل نغلق السكتش اب ونسوي له، وبعدين نعيد فتحه ونسوي له ابديت. طبعا هنا ثم نقوم بتنزيل الاصدار، هذا مثل ما قلنا شلون بعد ما نسوي حساب في برنامج الاركلاس نقدر ننزل الاركلاس والسكتش اب واحنا نكون منزلينه مسبقا. هذه هي النافذة اللي احنا نقدر ننزل من عندها السكتش اب والاوتلوس واللي احنا شفناها قبل شوية. هذه هي النافذة، طبعا هاي النافذة هي موضوعة في واجهة برنامج شركة تريس سوفتوير اللي تحت عنوان اوتلوس برو او اوتلوس. الاوتلوس هو برنامج شامل، والتحديثات اللي هي كان الاركلوس كالكوليتر والاركلوس برو. نعم، وطبعا ثم نعود الى برنامج السكتش اب ونستدعي الاكستنشن، نروح على الاكستنشن مانجر ونجري عمليات انستليشن للمكون الاضافي، واللي عاده يكون بشكل ملف على شكل مختصر R بي Z. شو نغلق النت داخله نشتغل. شفنا هاي النافذة بالإكستنشن مانجر في برنامج سكتش اب 2017 و18 و19، هذه هي موجوده، واحنا شفنا شلون خلينا برنامج امتداد الاركلوس برو وسوينا له انيبل. وطبعا هاي النافذه الانستول اكستنشن هي اللي نضغط عليها ونستدعي البرنامج، هو اوتوماتيكلي راح يتنصب. واذا ما شفنا اول مره نغلق نافذه الاكستنشن مانجر ونرد نفتحها وراح نلقى البرنامج مصفاة في سرعتكم هاي الحالة. أحيانا السكتش اب ما يريد أن يثبت المكون الإضافي، فهنا طبعا شلون نقدر نسوي هاي العملية. أحيانا المكونات الإضافية تكون غير مقيدة تحتاج إلى تغيير في إعدادات الامتداد أو التمديد. هاي منين نطبع عليها؟ نطبع عليها من السيتنج، هسه راح أشوفكم من السيتنج. طبعا الطب تروح على برنامج السكتش اب وتروح على الاكستنشن على الويندو الاكستنشن مانجر، تفتح هذه النافذه السيتنج، ونروح على اللودنج بوليسي او بوليسي يعني اتفاقيات التحميل، وهنا تخلي عليها علامه الصح وتقول له كونفرميشن تحقق، فهنا طبعا راح يمشي العمل بشكل اوتوماتيكي ويتقبل. انا طبعا المشكله اللي صارت عندي هو مشكله حساب،
يعني اختلاف بين الباسورد، ما اعرف انا هاي لحد الان ما انحلت حقيقة عندي، فان شاء الله تنحل. نستفسر عن الطريقة، ولكن هو موضوع يعني جدا مهم وجدا حلو، يعني انا يعجبني طبعا العمل على هذا البرنامج. هذا طبعا المشروع، صورة لمشروع بالثري دايمنشنال، تلاحظون الالواح الشمسية وهذه هي البنايات، وهذه تمثل التريز او الاشجار المحيطة، واللي يمكن انه نحاكي تأثيرات الظل وما هي الاجراءات اللي يجب اتخاذها لتجنب هكذا امر. هنا طبعا اللاي اوت بالثري دايمنشنال للسيستمز، هنا يوضح لنا الالواح الشمسية. هنا طبعا عندما نضغط على اي لوح راح تطلع لنا الداتا والتفاصيل لكل جزء من اجزاء المنظومة، ونشوف ما هي مكوناتها ومواصفاتها وعملية التنصيب او التركيب، وفي ماذا كانت فيها اخطاء لو لا، وعملية والتوجيه، ايضا توجيه الالواح هذا باتجاه النورث، وهذا الاورينتيشن ويعطينا زاوية الميل والمينيموم ديستنس شيدنج، او الحد الادنى للمسافة بين صف واخر حتى نتجنب عملية الشيدنج، وبالتالي تجنب حالة الخسائر، وتكون حسابات دقيقة. فإذا أنا يحسب لي زاوية الميل وأفضل زاوية ميل من الألواح الشمسية والمسافة الفاصلة بين صفوف الألواح الشمسية المتتالية لمنع حصول حالة التظليل، وأيضا هنا يعطيني بالأورينتيشن، يعطيني اتجاه النورث واتجاه الساوث. دائما التوجيه يكون نحو الجنوب حتى نحقق أعلى جين او حصول على شدة اشعاع شمسي، يعني مثل ما نعرف ان الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، وحتى نحصل على اعظم شدة اشعاع في منتصف النهار وقت الظهيرة، بحيث يحصل تعامد بين اشعاع الشمس القادم من الشمس ومسطح المسطحات الالواح اذا كانت عندنا الالواح ثابتة او fixed tilt modules systematic. هنا طبعا هذا راح نشوفه بالامثله او التمارين اللي راح ناخذها، هذا يمثل لي الانتاجيه وبين لها. طبعا قد تكون هاي العبارات غير واضحه، لكن ان شاء الله نروح على البرنامج راح نشتغل وياه بشكل اونلاين ونسوي له زوم وراح تظهر كل التفاصيل. هذا يمثل لي الانتاجيه السنويه والانتاجيه الشهريه، وهنا طبعا كل باللون، شوف عندنا لون برتقالي او اصفر ولون اخضر ولون احمر، كل ما هو باللون الأحمر يحتاج إلى عملية تدقيق وإعادة فحص وإعادة ترتيب حتى نحصلها باللون الأخضر. أحيانا طبعا مثل ما نعرف أنه البرنامج يأخذ البيانات من وكالة الفضاء الأمريكية ومن مواقع أخرى، لكن البرنامج يتيح لنا أيضا أن نحصل بيانات حقلية. البيانات الحقلية شلون نحصلها؟ طبعا هو أنه الراسل الشركة، الراسل للشركة طبعا هنا تعلي رسالة الترايل فيرجن the data shown are not the real values do you want to test a project with real data يقول لك كليك هير. طبعا هذا أنا ممكن انه نروح نشوفه، اخليها صراحة اشوفكم. هذا طبعا هذا سامبل، بعدها راح نجي نشرحه. في هذا اللوكيشن، بعدين هذا راح ناخذ التفاصيل. هذه الرسالة اللي احنا نحكي عليها، البروجكت سينثيسيس. هنا طبعا يقول لي حتى تحصل بيانات لازم تضغط هنا، فأنا من اضغط هنا تفتح لي واجهة complete the form and you will receive a trial day with real data. هنا تكتب اسمك والشركة والعنوان مالتك والايميل مالتك وتسوي له سيند، وهم بعدين يجاوبوك ينطوك بيانات شوف لمدة يوم حتى، وهذا لمدة يوم ممكن تتحقق على طول فترة السنين، أو قد تطلب طبعا هنا هم محددين، يعني محددين فترة حتى تحصل على البيانات. أنت تحدد الفترة قليلة، بس أعتقد يعني الموضوع ليس مجاني، يعني أنا بصراحة طلبت من عندهم ولكن لم يتم أي إجابة لما طلبت،
فهذا الموضوع يعني ان شاء الله راح نشوف اذا دزولي جاوبوني، فانا ايضا راح اعرض المحاضرات. البرنامج ايضا يتيح لنا، طبعا الاركلوس يتيح لنا مشاركه المشروع بالكامل، وانا طبعا هذا طبعا راح ناخذه بالتفاصيل. هنا طبعا النافذه تطلع لاي اوت لوكيشن، نزلها شويه اللي هي بال هذا الجزء، هذا راح ناخذه ما عندك مشكله بي هذا الشيء. هذا الشير ذا بروجكت من عليك، ممكن نشاركه وممكن انه نصدر لتصدير، هذا ممكن انه نسحبه او نخزنه على حاسبتنا، وهذا راح نشوف التفاصيل مالته. ايضا نقدر نسوي مزامنه بين السكتش اب والاركلوس عبر النت، وهذا ايضا موجود نافذه هنا. طبعا هذا هو سنكرايز changes، يعني عملية طبعا نشوف هنا. طبعا انا ما مسموح لي available only with 3 dimensional، ليش؟ لان انا بال 3 dimensional اصلا ما عندي لوج لحد الان ما مشتغل، وانما هذا فقط اكزامبل اخذناه. فلو كانت يعني داخل ضمن ال 3 dimensional لكان سمح لي انه اسوي عملية مزامنة. فهذا طبعا هي احد المشاكل اللي انا واجهتها، بس ان شاء الله تنحل. يسمح الاركلوس انه نحرر المشروع ونضيف اي تعديلات، ونعود بعد ما نعود به طبعا في السكتش اب، حتى اذا كان بال 3 دايمنشنال. طبعا اذا عندنا مثلا عوائق وسببت لنا شيدنج يجب ان نزيلها في عملية المحاكاة، أو إذا كان عندنا أشجار وقررنا أن هذه الأشجار كانت مضرة راح نجري عليها عملية قطع قبل تنصيب النظام، ونجري عليها أيضا عملية إعادة حسابات حتى نشوف إذا كانت لا زالت الخسائر موجودة أو لا، أو إذا أو قد نضيف ألواح شمسية أو ننقص من الألواح الشمسية، أو إذا عندنا أي تعديلات أخرى نجريها بالسكتش اب وال 3 دايمنشنال بالتصميم. هنا طبعا هذا هي شوف ايضا عمليه التصميم بال 3 دايمنشنال ببرنامج السكتش اب. انا عندي هنا مشكله الدخول، فبعد ما ندخل راح تتفعل هاي الايقونات. هناك نشوف عندنا هنا دمي، شوف يعني مخفيه، لكن هنا بالشرح بعد ما ندخل راح تكون ظاهره، وراح نضغط على الالواح ونختار عدد الالواح ونختار نوع السترنجات ونكمل الباقي، ومنها طبعا نسوي لها عمليه تصدير الى وربط الى برنامج الاركلوس برو. ايضا يحسب لنا موضوع اطوال الكيبلات، وهذا راح نشوفه. فرضا لو كان عندنا هذا اللوح الشمسي، فهذا طبعا نشوف هذا طول الكيبل 120، او بما انه كيبلين فهنا طبعا راح تكون يعني ياخذ بنظر الاعتبار اختيار وتوصيل السلاسل في الاركلوس عبر الانترنت بعد ما نجري عمليه مزامنه في محولات الاسلاك. يجب ان يتوافق الطول الكلي مع اطوال الكيبلات الموجوده، وهي الكيبل بلس ماينس الموجودين والمربوطين اصلا على الالواح. هذه كل التفاصيل راح ناخذها ونشوفها لما نحاكي مشروع في برنامج الاركلوس، لان السكتش اب ما راح اقدر اشتغل عليه حاليا. وهذه الصوره طبعا لهنا تنتهي المحاضره. ان شاء الله نكمل المفاهيم والعمليه أو طريقة استخدام برنامج الأركلوس وتفاصيله قبل ما ندخل. تقريبا باقي عندنا 3 أو 4 محاضرات راح نسويها على شكل ملاحظات من خلال شرح ومن خلال مخططات، حتى لما نجي ندخل على برنامج الأركلوس
برو ونبدي نصمم ونختار، راح تكون العملية واضحة للجميع. لهنا تنتهي المحاضرة، أرجو مشاركة المحاضرة والاشتراك في القناة وتفعيلها وتفعيل الجرس لكي يصل إليكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.